تحت شعار بالتراث نسمو، تشارك المملكة في فعاليات النسخة 16 من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث سنوياً، حيث تنطلق نسخة هذا العام في 4 أبريل بقلب الشارقة، لتمتد على مدار أيامها 18 إلى مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة. وتسجل المملكة حضورها في فعاليات أيام الشارقة التراثية، وتتميز المشاركة السعودية لهذا العام بالتنوع في الأنشطة والفعاليات، وستكون حاضرة في حفل الافتتاح بفقرة رئيسية، المعرض الرئيسي الثاني من بين المعارض الأربعة في أيام الشارقة التراثية، سيشهد حضوراً للحرفيين السعوديين، وسيتميز بتقديم عروض من الفن الشعبي السعودي، بالإضافة إلى إصدار ألبوم رسومات في معرض ماضي الذكريات.